مساء الخير أصدقائي. من الموقع اللي أمامكم في خبر بصراحة يعني ملفت للنظر وغريب، والموقع موقع معروف وعالم اللي هو QZ الخاص بالوظائف. فالخبر الأساسي اللي أمامنا بقول لك Zero Degree Climate، Apple و IBM و Google Do Not Care Anymore If You Went To College. تخيل أنه هاي الشركات العظيمة ما بهمها أن يكون معك شهادة حتى تشتغل فيها. خبر غريب بصراحة من موقع رسمي. لو تنزل لتحت بقول لك هون انه في 15 شركة موجودات في موقع جلاس دور عارضة وظائف من دون شهادة، ولو تكبس على اللينك هون بفتح لك موقع جلاس دور. صار في عندنا موقعين، موقع الخبر وموقع اللي هو جلاس دور اللي فيه الشركات، راح احط لكم اياهم في الديسكريبشن اسفل الفيديو. الشركات 15 عندنا من عند جوجل، لعند مين؟ لعند اخر شركة رقم 15 اسمها لوبز. لاحظ 15 more companies that no longer require a degree apply now. 15 شركة واكثر ما بهم ان يكون معك شهادة حتى تقدم. ونبدأ بجوجل. hiring for بتعين الوظائف التالية بالتخصصات والمجالات التالية بغض النظر عن الشهادة زي ما بحكي، وبالاماكن التالية. خلينا نجرب هيك ديمو وهمي عشان اوريكم كيف ممكن نقدم على هالموضوع اللي بصراحة يعني عجيب، زي ما بحكوها تقط القدر انفتحت لك لو حدا بيناديك منهم. see open jobs، لما تكبس على الزر هون وديك على موقع جلاس دور، مفروض يطلب منك تسجيل عادي، بس انا اوريدي مسجل. جاب لك الوظائف. found 1699 of 1900 job opening، الوظائف اللي موجودة الان. شركة، اسم الوظيفة والمكان. خليني اختار مثلا data center technician، فاخترت هاي الوظيفة ونشوف شو راح يصير معنا. زي ما بقولكم راح اعبي فيك داتا، هاي الديسكريبشن عن الوظيفة، بقول له apply now. طبعا انت لما تقدم جد اقرأ بالتفصيل افضل. more description برضو apply. بعدين بنيجي هون اللي هو الابليكيشن. سو انت هون محدد من هذا الايميل مثلا بدك تعبي الطلب، فانتبه او اعمل switch account اذا بدك ايميل اخر. بده يا سيدي العزيز CV، بنقول هاي CV. بعدين بده ادرس، هاي اسم، بده ادرس، نختار ادرس مثلا هون المملكة الحبيبة. ننزل كمان بده تليفون، نختار رقم تليفون. ويب سايت، عندك شهادات؟ ما عنديش شهادات. applying for your first job، اذا بدك تحكي شو انت كنت شغال حر، او انا مثلا بدي اقول لا انا اول وظيفه لي مثلا عشان ما اعبيش. هاي نيكست، هاي الابلكيشن تبعك، مراجعه له بكل بساطه. حط تشيك اي اندرستاند وقول له submit application. لاحظ thanks زيتاوي، your application is on its way. We will review your application and get back to you soon with the next steps. انت هيك يا صديقي العزيز قدمت لوظيفة بشركة جوجل من دون اي ديجري، انا عبيت فيك داتا بس عشان اتمم العملية واوريكم كيف ممكن تقدموا. طبعا برد بذكر راح احط لكم رابط الخبر ورابط الشركات في الديسكريبشن اسفل الفيديو اللي هو جلاس دور اللي فيه الشركات ال 15. فاتمنى يا رب يعني تقديرا للجهود بهالفيديو اللي ان شاء الله يكون كويس ومفيد لكم. اتمنى منكم الدعم عن طريق الاشتراك بالقناه والضغط على اشتراك او سبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولايك وشير وكومنت لطيف زيكم، وان شاء الله يا رب بوعدكم بالقادم اجمل وافضل باذن الله تعالى. سلام عليكم.